تجاوز 60 عام، أبو تميم عاشق أوتار العود والأغنية القديمة، يعيد ذاكرة شبابه بسماعها، فيما يحتفظ بكنوز موسيقية على اسطوانات وأشرطة تعاقبت عليها العقود. تريح للنفس الموسيقى، هبل، نبي نسمع ونبي نطرب روحنا ونبي نستانس وننبسط لا دام اننا حي. تبينا واسمعك؟ وش تبينا اسمعك؟ اللي تبي اسمعك اياه. اسمعك طلال صوت الارض، اخلي يهز الارض، صحيح الصوت اللي يعني تطرب له، قل لي شغل اشغل لك. ساري يا خبري صوت الأرض يا أخي، من ما يحبه الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، وتجاوز عنا وعنه إن شاء الله. واجد الأغاني كلك، أي قديم، مثل عيسى، مثل بشير، مثل الطيار، تشدك غصب. الطيار مثل الأغنى، كتبنا لس من الأشعار بدمع من دموع العين، رسمنا لس على قلب العنصن، فتهيأ غصب تهيأ. هلا يلتسوق الذهب يفرش حرير، رجال فيها الحبيب شفته، شفت انا سارة هنا في السوق اسير، هيكل مدني وانا كلمت يا راح يا ابو فهد. يلتسوق الذهب يفرش حرير. بين مقتنيات التراث يجتمع هذان الصاحبان، أبو تميم يختار الأغنية، والشاب محمد أو ما يعرف بالدفش يتفنن بعزفها على آلة العود، ليعيد ذاكرة هذا الرجل إلى زمن السبعينات. يوميا نجتمع، أجيب العود ويطلب من أغاني ويستبخ يستانس، لمرة تلقوا عطن بشير، عطن عيسى، عطن الصريخ، هم من الحمد لله ابتسامته إلى هنا تشق. هم أطلع من عنده وأنا مستانس، مستانسين سوا أنا وياه من يوم الصغير وأنا أغني، والعود أكبر من أنا، ذا كبري والعود دبته أحطه على الأرض عشان أمسكه. ومنه مرت ننكسر قبو، مرت ننقطع الوتر، مرت ننقطع باليوم ما في وتر، ما في نغني ولا شيء. عنشد معه من صوته يا أخي، ما صوته غصب يجيبك، غصب صوته وضحكته ونظراته، بس اني اقسي عليه شوي اهوسه. اسست ريشة العود جذور صداقتهما لتلفت انظار الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. احمد العثمان، MBC، عنيزة. يا هذا الشغل يا